اليوم احنا اليوم هذا كنا خايفين بزاف صباح، لانه من اول يوم في القرعه كان شيء غريب. هو السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الاعلام الجزائري قالوا لك عاود الكولاسه سبب الهزيمه، في هزيمه الملاكمين الجزائريين الكولاسه، ما بقى لهم ولا يقولوا لنا القجع، القجع هو السبب، المراركه هما واش هاد الناس ما فهمتش هاد الكراغله وهاد المصريين وهاد، واش زعما ما بغيتوش حتى تخسروا؟ واش الا خسرتوا الكولاسه ولقجعوا المروك والا غلبتوا راه نتوما اقوياء؟ ما فهمتش علاش ما بقيتوش كتقبلوا الخساره، ما بقيتوش كتقبلوا الخساره صاحب. خسرت صاف، نمشي نطور راسي ونشوف المشاكل ونشوف العيوب ديال الفريق ولا المنتخب ولا اللاعب ديالي ولا شكون في كاين المشكل. تطوروا فكرني بهذاك فاش كيقول عبد المجيد فاش كان غير خدام تما، كيقول تطوروا على بركة الله. ندوزو الأول فيديو. مالو عاد معك؟ دخل عليك بالله دابا، واش هادو دابا معقلهم؟ واش طوروا صاحبي طوروا، جايبين هنا واحد صبغي لي وجهو بالكحل، الآن نشوف واش بغا يديرها. يلا سير الكاتش واش استعراض عسكري هو الكاتش؟ شو كيضحك؟ شن قريحة هو تبون زعما، راه انجاز دابا، راه عندنا بحال هذاك ما نخافوش من المراركة. انت منين دبرتي على هذا الزمر؟ مين؟ والله الا منين دبرتي على هذا الزمر؟ شو اللقطة؟ شو اللقطة بعد ديالك؟ جابوا معاه؟ هذا استعراض الاخر غير دار لي عاود شويه وطرخ وطاح. دير شاط لي الاستعراض ديالاش، قول لي دير شاط لي الاستعراض. موليك واش كاز كيزف. دوز الفيديو اخر. نبقى دائما في عادات الجزائر بولايه لمسان، نتعرف على طابع الغيوان في هذا التقرير لايمن الغيوان. وبكلمات ملتزمة ومحافظة استطاعت مجموعة لالا العالية أن تحافظ على موروث شعبي تشتهر به المنطقة منذ سنين عديدة. تشتهر به المنطقة منذ سنين، ضربونا حتى ما عرفناش نقولوا المنطقة. المنطقة بسنين عديدة. ناس الغيوان داو حتى هو. شو حتى ناس الغيوان داو. وزاد كيغليو عاد ديك الله يا مولانا ديال اللي تلاص الغي. زوينه عندك هذه ممتازه اتمي. يلا يا شفشاون ياك نوارا تا دي الدواء زيد. يا انهاني انماري انهاني عبيده طرمت تا هما مشاو صافي. ديونا تا حنا عبيده طرمت. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ هادشي راه بصح ما فيهش دق. تانيك موعد باش نقدموا تانيك هنا حاجة للطابعين التراث تاعنا. التراث تاعنا. كومون؟ حاجة للطابعين التراث تاعنا. هاي هاي هاي. انت أي حاجة ديرها؟ حنا في لي زاني هادو 2018 2019 ولات العروسات ترفد. شنو هي؟ عاودي لي زاني التوالا هادي 10 تاليه هادي العروسه ولات ترفد. ياك السي العالي. عادات وتقاليد عاصمه الغرب الجزائري وهران كان ردوا حتى العماريه ديالهم حاضره بفرقه النقافات ولا ما يعرف بالعماريه. حق مولانا الكريم لا سمعتو خبز. العماريه تقليد مغربي اللي يديروها من بكري واللي يسموهم هما النقافات في المغرب. المغاربه شوف واخا يهزوا لنا دابا، شوف راه كيعيو وما يهزوا، كيعيو وما يخنشلوا، كيعيو وما يسرقوا، لكن مول الاصل مول الشيء. سمع الشعبي واش بحال ديالنا.
شو العنبري واش يقدو بحال هادي؟ شوف واش 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 ملتقى اللي ضرا باين مول الشيره باين واللي خنشل واللي هز راه ما كيتقلش داكشي اللي كيدير. نبقى دائما في اعادات قسموا بالليل رافع عنكم القلم. ما بقيتوش دابا كتقلقونا فاش كنشوفكم هزيتوا شي حاجه، تعرفين حنا ما عندكم ما ديروا غير تهزوا الهزه اللي عارفين نتوما غير تخنشلوا غير تهزوا شي حاجه اخرى والو. ندوزوا لفيديو اخر. اليوم احنا نظن احنا اليوم هذا كنا خايفين بزاف لانه من اول يوم في القرعه كان شيء غريب هو وقوع ملاكمين جزائريين، سبعه جزائريين ضد سبعه اردنيين. لما انتهى عمليه القرعه احنا كنا تكلمنا وقلنا بلي هذه مؤامره، لانه الفريق الاردني هو فريق تحصل على المرتبه الثامنه في بطوله العالم مؤخرا. قال لك مؤامره والكولاسه قال لك هي اللي تدخلت باش يخسروا الملاكمين الجزائريين ضد الاردنيين، وانتم والاردن علاش هادي تجبد المؤامره؟ عاود زعما المروك، المروك هو اللي دار ديك المؤامره، المغاربه القجع هو اللي ودي الكراغلايا. حتى انتم لصقكم داك الفيز ديال المصريين ما كتقبلوش الهزيمه وخصكم تقلبوا على الكولاسه المؤامره. اسمع اش كيقول. اسمع احنا الفريق الجزائري ما ننكروش يعني قوه الفريق الجزائري، الا انه هذه تاع سبع ملاكمين جزائريين ضد سبع ملاكمين اردنيين في الدور الاول احنا شفناها باللي كولاسه، يعني كولاسه في التحكيم، كولاسه في التحكيم، في التحكيم عاد حاجه اللي واضحه وباينه. الملاكمه راه صافي ضربوا ضربوا طيحوا بالكا وطيحوا بالكا كاين المشكل. بعد ذلك يعني المنازله تاع البارح تاع الملاكم طمع سالم اللي كان فايز بالمنازله وما فهمناش كيفاش في الجوله الاخيره عطى التحكيم يعني راى انه منهزم 3-2 وما عملناش احتراز يعني لانه احنا البلد المنظم وهذو الناس هم ضياف عندنا، احنا من باب الشهامه والاخلاق احنا يعني فين هي الشهامه والاخلاق؟ هي انك تقول ان الكولاسه الشهامه والاخلاق هي انك ما تعترفش بان المنتخب الاردني قوي وفاز عليك؟ كنا تجاوزنا على الامر هذا، مي اليوم بلغ سيلو زوبا يعني الملاكم اليوم الملاكم يعيش ملاكم صاعد يعني مستوى عالمي طراز عالمي وين يفوز على ملاكم اللي مصنف خامسا عالميا بالنتيجه والاداء ونفس الشيء يعني كولاسة في التحكيم كولاسة في التحكيم وين في بلدنا للمرة الثالثة على التوالي ما قدرناش نسكتوا على هذا الأمر. ما تسكتوش غوتوا وطلبنا احنا من أعضاء الاتحادية الجزائرية باش يدخلوا في أول يوم تعرضنا طلبنا منهم يدخلوا باش ما نقدروش هكذا. الملاكمة يعني احنا حضرنا للبطولة العربية بصح دوك هكذا يعني احنا ما نقدروش الملاكمه ماشي وضع القفاز وصعود فوق الحلبه، كاينه كولاسه تحت الحلبه تحت الحلبه لانه هي ماشي رياضه تاع وقت ولا وين يعني وين خمس حكام هما يعطوا لك رابح ولا خاسر، احنا غايبين في الكولاسه وشيء مؤسف انه في بلدنا بعض النزالات يعني سرقت منا وما قدرنا نديروا ولا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا دابا حتى المدربين الاجانب اللي كيجيو لمصر ولا الجزائر ولا حتى هو كيتكي على القضية ديال الكولاسة وراء التحكيم وكذا غير باش يحمي راسو. ولكن هاد المكلخين دابا هذا دابا ما فهمتش هذا دابا الكولاسة ديال الملاك. قال لك الكولاسة في التحكيم وجيب الفيديو جيب اللقطات فاش تضرب هذاك ولا لا 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 لان هادشي مصور، جيب الفيديو صيفطو للمحكمة الدولية ولا غير باغي زعما تروض الجمهور الجزائري باش ما يتقلقش يقول لك علاش فازوا علينا الاردنيين وكذا راه الكولاسه راه كاين القجع راه المراركه هما اللي داروا هادشي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافيكم الله يشافيكم قولوا امين. نتمنوا شي نهار تخرجوا تقولوا اودي انهزمنا لاننا لا نستحق لان فريقنا ضعيف لان الملاكم ديالنا ضعيف لان المنتخب ديالنا ضعيف صافي عادي زعما عادي غادي نطوروا غادي نحاولوا نخدموا باش مستقبلا نكونوا قادرين. انا هذه هي الهضره المنطقيه لكن انتم لكم راي اخر. الكولاسه والقجع والمروك الكراغ دير عقلكم عقلكم كيف اخوان. وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. واعطيوا لي الحريره والخبز خور وشي شوية ديال التاي راكي درتي ليا انتي القروب.